عاملين ايه يا جماعة الاخبار؟ جبت جيري الاخضر، يلا بينا يلا بينا بقى يلا بينا. يا غلس انت عايز سوبر انجن الصراحة. لا نط يا عم. يا يا عم يلا 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 هات لي سوبر انجن بقى البدايه الوحشه دي. يلا بينا يعني النطه اللي هنا جايه فلتت. ما خلاص شكرا. ايه ده؟ مين ده؟ لا سهم تحت ما سمعش. سهم تحت لازم ادوس عليه كتير تقيل عشان يسمع. يا عم امشي يا عم يا عم امشي يا عم. ايه البدايه الوحشه دي؟ ايه ده الناس اللي بتضيع دي؟ يا عمي ابعد عني يا عم. ال مش عارف الدراع في حاجه والله في حاجه غلط. انت معايا يا عم؟ معايا حاجات يا عم. اسلحتهم حاضرة على طول هيبقى زي. يلا يلا عشان الاول يجيبني اللفة. في كهربا جاية. كهربا وانا يجيلهم كهربا. ده الكهربا جايالي. انا مضيع يعني اجيب حتى السادس. يلا انا مش هطمع اكتر من كده. في كهربتين بيجروا. طب وانا عمال اتامل. لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك. خلاص واحده بس اللي ضربته لان هم اتنين جم مع بعض. يلا يلا ما اتامل يا عم. الناس اللي قدامي بيجي لها كهارب وانا ما بيجيش حاجه. ايه ده؟ ماشي كويس. ضاع الطريق ده بداية وحشة. بداية وحشة أوي. هو لسه لفة بس برضه يعني. كويس يلا 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 يلا. وبص كلهم قدام على الخريطة. منبه 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 يا راجل يا راجل. الله عليك يا عامر والله. ده جاله كمان كهرباء عامر. الله 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 كلهم قدامي. ايه الحلوين؟ ايه التعميم؟ ايه يلا يلا يلا. ممكن ابقى الرابع كمان؟ بسم الله. اه الرابع خلاص. هتعمل ايه؟ لازم هتبعد. الله هم ضربوا بعض وانا استفدت من ده كله. يا سلام. كيف يعقل ان ينتصر غير الالي؟ حديقة الديناصورات ده كان ماب بمعنى لا تفقد الامل. اهو هو النصيحة اللي فيه يعني. فقدتش الامل كملت للاخر وانا متضايق. انا كنت يعني لحد ما فقد الامل برضه ما اكذبش يعني. يلا بينا. ولكن في الاخر الحمد لله ربنا كرمني بواحد بثلاث كهارب.
الشلوت ده فقد سرعته طاير جنبي كده ازاي؟ ازاي؟ ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ كان زماني دلوقتي سالك ورا الولد المكسيكي ده. طب هضربك ازاي انا؟ هضربك ازاي انا؟ هضربك ازاي؟ احسن احسن. ايه ده؟ ده ماشي عادي. لا ما خلاص يا جدعان بقى. انت عم برونكو لازم تعمل لي فيها تخمج وتضرب وتعمل. خد انت كمان. وسع. لا تفقد الامل. انا كده الثامن وبعد التيربو الازرق يعني همشي بطيء جدا فهم احتمال كبير يعدوني بلفه. بيجي لي سرعات عادي جدا. كمل مفيش حاجه عادي. انا مفترض لما مشيت جنب الواد ده ما كنتش رحت للتفاح بقى. بس انا مش عارف ان معاك قنبله وهتجيبني وما علينا يعني. ما جذبش للدرجه. ولا 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 ولا. حظك حلو يا كابتن. ليه يعني انا خدت صندوق؟ يلا على طول. يا عم بقى هات لي هات لي بردوجه بقى. الولد اللي ورايا ده هيضربني وانا مفيش حاجه بتجيلي. طب وبعدين؟ طيب بردوجه يا جدعان بردوجه والله لازم لازم. يلا 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 يلا. طب كده الامل يمكن يجي لك برضو بقى. طب كده الامل. يجي لك برضو بقى بعد ما خليك تتشل. تعال بوتيو اجيب الخامس المره دي ان شاء الله. الله الله بسرعه 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 بسرعه. يا كلبة يا كلبة يا كلبة. حرام. كنت ممكن اجيب الثالث كمان. المراكز قريبة من بعض ما عدا المركز الاول فرق شوية بالنقاط لان هو جاب الاول مرتين ولكن لسه في الست ما بعد. يلا بينا. هما ازاي بيجروا كده يا جدعان؟ انا الهوست. يا جدعان طب بردوجه بقى ما بيجيليش خالص بردوجه. مش عارف خاصمني ولا ايه. تعالى لبرونكو. ايوه مش عارف مين ضربني يعني. انا بضرب برونكو يا جدعان. احسن مفيش وقت تجيب تفاح للدرع. ماب صغنطت وكله صواريخ وحاجات زي كده. يلا 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 مرر. ايه مفيش مرر دي. يلا يلا انا هوريك يا برونكو. خلينا اخمد في ميجا ميكس يا برونكو. ولا ابتعد.
هي هي يا عامر على طول معاك دروع كده ما شاء الله يا اخي. وانت كمان. طب وانا سرعات. ايه اضربوا المكسيكي ده عمال يجيب الاول. يا عم التالت هو جايب لي السرعات ليه؟ يعني الثلاثة اللي حواليا معاهم دروع. طب وانا؟ طب درع واحد. طيب انا خايف هيضربني بعد كده. معاك ايه تاني؟ اهو اهو كويس. برونكو الاخير احسن احسن احسن. طيب الاول برضو جاب هاتريك مركز اول. ما بات حظ اصلا يعني ما بات عشوائيه وضرب وبتاع وجاب الاول. المهم الثاني 18 وانا متعادل انا وعامر في الثالث 16 نقطه. بعد كده اللي ورانا 13 11 11 الاخير 5. يلا بينا كده المراكز قريبه من بعض جدا ولكن عندي فرصه. بس انا لازم افعله يعني انا ما كنتش عايز افعله دلوقتي. معلش يا حبيبي. هو برضه الولد ده الاول. استنى لا بس بس اهم حاجه السرعه ما تروحش. جاله دراعه كمان كويس. حلوة أوي السرعة. لا يا ولد ماشي. يبقى معاه درع ليه؟ يبقى معاه درع ليه بسرعة؟ استنى علي. والله العظيم لولا العربية كان زمان فجرتك قنبلة علي. كنت طولت كان احسن. كنت طولت كان احسن بس انا قلت معاه درع فاكيد مفيش تلغيم. والله هو رمى الدرع حتى صندوق بقى مش عارف. انا كده التالت فرق بيني وبين التاني نقطه والرابع فرق نقطه برضه. يلا بينا. انا كده التاني التالت. يا سلام. ما خلاص يا وحش.
هو انا كل ما اخد بردوجة لازم اتعاقب بعدها ولا ايه؟ اوه مريض صاروخ والله مش بردوجة. يا دي النيلة يا عم خلاص. توقف عن هذا. ماشي يا وليد. ماشي يا وليد. لو نطيت كنت هعرف ان احنا اللي في الثانية برضه. كده كده هعرف. يلا يلا. يا عم ده يا عم ده ما تقرفنيش يا عم. تعالى بقى انت عملت اضراب من الصبح. تعالى تعالى طيب هو في امل الى حد ما. انا الرابع 23 بس الخامس 22 والسادس 19 فقريبين مني واللي قدامي 28 31 فبعيد عني. المركز الاول ماليش دعوه بيه خلاص. ولكن المشكله بقى المبات معفنه كلها. يلا ثلاث مبات اللي باقيين معفنين. مش عايز العب الصراحة. واحدة مش ثلاثة. ممتاز. تحاول الحركة. ابقى بعيدا ايها القذر. يا عم انت صواريخك دي غريبة والله. ما خلاص يا وحش خلاص يا وحش خلاص يا وحش ما برضاش ارزق. تعال 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 انا غلطان مش مبدأ الغلاسه يعني. طيب تعال يا عم خلاص يا عم خلاص يا عم يجي لكم كل الاسلحه يعني خلاص يا عم. تخمك برضو يعني اهو اتضربت زيك. يلا عم يلا عم يلا عم على ده السلاح معاك. يلا خد خد
وادي الساعات، عشان كده قلت لكم مبات معفنه الواحد نفسه بتتسد الصراحه. انا المركز الخامس والرابع اللي قدامي عامر، فرق بيني وبينه 4 نقط. الثالث بقى فرق كتير جدا، 11 نقطه هما ما بين بس، ف يعني مش عارف. يلا بينا. يا عم هات لي سوبر بتاع انجل. بس كده تعالى. حلو، شكرا شكرا الراعي المنبه. انت مستصادني يا وليد. يا سلام، ابعد بقى عني بقى. ايه ابعد بقى عني بقى، ابعد ابعد. مش عارف اتكلم منه. يلا يا ليه. انا عايز التاني يبقى برونكو اللي هو التامن ده. يعني فاهم انت؟ وكده يعني. مش عايز ناس اللي عالي. يعني مش عايز يا عامر في اول 3. يا عامر احترفت فجأة. ماشي يا عامر. ايش عاد مثل لسعة ذبابة تحاول. طيب خليك كروش، خليك كروش. الاول خلاص 60 نقطة ملناش دعوة بيه، التاني 40، التالت 37، الرابع انا متعادل انا وعامر 34، فمحتاج ايه؟ اجيب الاول، علي يجيب الرابع، التالت ده يجيب السابع كده. لا 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 يا ابني يا ابني، هرتني صواريخ يا ابني، هرتني صواريخ يا ابني يا كابتن. انت احسن ضربنا احنا الثلاثة ورا اللي بعد اللي خلاص خلاص يا جدعان. لازم اتضرب بعد كده يجي الزفت الدرع. ايه ده؟ ما خلاص يا وحش انت وهو. حلو كده مبسوط؟ اخلع. والله حرام اللي بيحصل ده.
وده مكسيكي. ايوه جرب بقى. لا كنت ممكن اعمل جليتش. يلا مش مهم بقى، نسيت بقى. بس بقى عشان اضرب ده صاروخ. خلاص اخر صاروخ، اخر حاجه، اخر حاجه. لا يا عم يا عم سيبنا سبقك، انت كده كده ضايع. علي السابع. انا سبعة هو اتنين، فرق خمسة، احنا فرق بيننا تلاتة. انا عديت عامر، عديت عامر كده. انا التالت، كده انا التالت. كان ممكن ابقى التاني كمان بس الحظ ما مشاش معايا. تالت في النهاية من اول تلاتة. قلت لكم في البداية كده، هو الفيديو باين من اوله اللي هو ايه، لا تفقد الامل، يعني هتتعذب وهيطلع عينك بس في الاخر هتوصل. تالت برضو مش وحش رغم كمية الصواريخ اللي ضربتها. انا ظهري وجعني من كتر الصواريخ. ايه يا جدع مفيش غيري. الحظ وقف معايا مرة بس في وادي السعاد، جبت اول على طول. اول عشان حظ، هو حظ فيه حظ سبحان الله. وادي الساعات اللي انا اصلا مش حلو فيه ومش بحبه، فاللي هو مفترض هضيع فيه بسهوله، جبت مركز اول. عامه ماشي حلو. انا والله كنت متوقع ان انا الفيديو ده هيبقى من نوعيه الفيديوهات اللي انا بقى جايب السادس ولا السابع بقى ومتضايق وبتاع، ولكن الحمد لله مركز ثالث، ده حاجه كويسه من اول ثلاثه. فتمام بقى كده حلو. ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي. وكان نفسي اجيب مركز اول عشان يبقى هاتريك مركز اول ورا بعض، لكن زي ما انت شفت كده. المهم يعني بس ده كان كل حاجه النهارده. يلا سلام.